السلام عليكم أعزائي، عندنا صفحة 47 كراسة. عندنا يقول لي سي think of three important dates. think of فكر ب three important dates فكر بثلاثة تواريخ، تواريخ important مهمة، فكر بثلاثة تواريخ مهمة. and write واكتب them اكتبها in your copy book في دفترك، اكتبها in your copy book. then ثم read them ثم اقرأها to your partner ثم اقرأها إلى زميلك وشريكك إلى زميلك. يقول فكر بثلاثة تواريخ مهمة وراي ذيم واكتبها في دفترك ثم اقرأها إلى زميلك أو مع زميلك. طيب دي play a game، عندنا هاي اللعبة أشبه باللعبة. يقول in your copy book في دفترك write as many words as you can، اكتب كثير من الكلمات، أكثر كلمات تستطيع أن تكتبها. you can in these groups ضمن هذه المجموعات. شنو هاي المجموعات؟ يقول words that began with W، يقول الكلمات اللي تبدأ بالدبليو. مثلا تكتب لي where what when، مثلا تبدأ بدبليو كلمات. طيب colors blue red yellow white colors ألوان. buildings بنايات، مثلا البنايات اللي ممكن تشوفها مثلا house building مثلا flat إلى آخره. البنايات مثلا اللي تخص مثلا بعض الأمور مثل بنك، مثل بنك، مثل يعني فد مؤسسة معينة مثل سكول أو شيء يعبر عن بناية أو فد مؤسسة معينة. buildings بنايات. طيب words that rhyme، words that rhyme الكلمات اللي بيها قافية. أعزائي هذا words that rhyme شنو معناها؟ يعني مثلا عندك مثلا كلمة خلينا نقول سكول، pool مثلا، مثلا moon، soon، خلينا نقول الكلمات اللي بيها اشبه بال، يعني مو مثل بيها القافيه، مثل بيها الوزن، الوزن يقترب من بعض البعض. يعني مثلا تلاحظون اعزائي opposites، opposites المعاكسات، اذا تقدر قد ما تقدر تكتب معاكسات اكتب. طيب هاي opposites. verbs that describe movement، هاي خاف ما تفهموها اعزائي. الرايم، الرايم، الرايم يعني اللي بيها الصوت يقترب من بعضه، الصوت يكون قريب يعني صوت من الصوت الآخر، مثل pain، rain، main مثلا. تلاحظون أعزائي يعني شوية بها الصوت مالتها يعني يقترب كلمة من كلمة، تكون قريبة من واحدة آخر، تسمى rhyme أشبه بالقافية أو الصوت المقفى. طيب verbs that describe movement، يقول الأفعال التي تصف الحركة، مثل run، مثل run مثلا، run، walk مثلا إلى آخره. الكلمات أنت شوفها بعد اكتشفها، تدور بنفسك عزيزي الطالب. الكلمات اللي الأفعال اللي هي أفعال، أفعال اللي شنت اللي تصف الحركة. أعزائي نعطيك مثال اللي هو run. طيب هنا يقول لي compare your answers، يقول قارن، قارن إجاباتك، قارن إجاباتك with the rest مع بقية the class، مع بقية الصف. طيب lesson 4 عندنا يقول write the sentences correctly، اكتب الجمل بصورة صحيحة. أول وحدة يقول really set، يعني هاي قدنا كلمات مخربطة، الكلمات مخربطة راح نكتبها بالصورة الصحيحة. really حقا، said خالد surprised، قال خالد مندهشا. I don't believe you، أنا لا أصدقك. هاي رقم اثنين، كلمات عندنا مخربطة نرتبها. be quiet، said the teacher be quiet، كونوا هادئين، كونوا هادئين، كونوا هادئين، أو ليكن هناك أو هدوء، be quiet هدوء. said the teacher، قال المعلم أو المدرس. please take out your pens، رجاء take out أخرجوا your pens أقلامكم، rubbers مساحاتكم، work workbox الكتب، كتب مالتكم اللي تعملون عليها، and copy books ودفاتركم. انتهت صفحة 47 إلى